ريسينج يا سيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، ينطلق الشوط الخامس من هذه الأمسية. الخيل المهجنة الأصيلة تكافأ الدرجة الرابعة على مسافة 2000 متر. 13 جواد يشارك ويتنافس بانطلاقه مع الجواد رام 11 بولتن نبي لعلي يوسف لجهني وعبد العزيز البلوشي مع حمد لجهني على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. محاط خطف للصدارة من قبل وذنان ريسينج مع دليرس دريم، الباند ميول مع ألبرتو سانا على المركز الثاني الآن. ثالثا أيضا محاولة من قبل الجواد رام 13 سولتري تريز ليسادة نبراس ريسينج سانديكيت مع إيفان دروسي والمدرب عبد الله الملا على المركز الثالث. رابعا محاولة أيضا من الخارج من قبل الجواد رام 12 أمتا ميتافور لمربط الجريان والمدرب محمد بن حمد العطية شتيبان مازور على المركز الرابع. خامسا محاولة من وسط الجاد مع الجواد رام 4 ذقار لمحمد عبد الله العطية توماس لوكاس كالآن مع الجواد ذقار راشد الجهني على المركز الخامس. من محاولة الجواد رقم 3 جواد أكاونتي خليفة حسن الجهني وفالح بغريم على سادس المراكز. محاولة التقدم من الخارج مع الجواد رام 5 فليمينغ لورد لسادة الرفاع ريسينج ماركو كازامنتو وجاسم الغزالي على المركز الرابع الآن يتقدم شيئا فشيء. عودة إلى المركز الأول وعودة إلى الصدارة مع الجواد رام 9 ريكفر للشيخ محمد بن سلمان ألفاني ولوكاس ديلوزي على المركز الأول. محاولة من قبل الجواد رام 11 بولتن أبيلي علي يوسف لجهني الآن مع حمد لجهني. محاولة أيضا من الخارج مع ماركو كازامنتو وفليمينغ لود مع الرفاع ريسينج محمد بن أحمد العطية جاسم الغزالي ومع ماركو كازامنتو. الخط المستقيم باتجاه خط النهاية صدارة والمركز الأول مع الجواد فليمينغ لورد للرفاع ريسينج على الصدارة وعلى المركز الأول. طن محاولة مع وذنان لديلور ستريم الباند ميول على الصدارة وعلى المركز الأول، لكن الصدارة مع فليمينغ لورد لجاسم الغزالي والرفاع ريسينج. محاولة أيضا من الخارج مع الجواد رام 13 الجواد سولتي تريز نبراس ريسينج سانديكيت الآن من الخارج، لكن الصدارة والمركز الأول مع فليمينغ لورد الرفاع ريسينج إلى الصدارة مع جاسم الغزالي وماركو كازامنتو إلى المركز. إذن الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم 5 فليمينغ لورد ليسد الرفع ريسينج مدرب جاسم الغزالي ماركو كازامنتو، الثاني مع الجواد رقم 13 الجواد سولتري تريز ليسد نبراس ريسينج سانديكيت، ثالثا مع الجواد رقم 9 الجواد روكفر للشيخ محمد بن سلمان الثاني. رابع المراكز مع الجواد رقم 8 جواد انفورس لسيد محمد خليفة السويدي، وخامس المراكز مع جواد رام 3 اكاونت سيد خليفة حسن لجهني. ألف ألف مبروك للفائزين في هذا الشوط.